عسير الدكتور محمد حسن المحية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله صباحكم بالخير. حياك الله. بداية أشكر الله الذي لا إله إلا هو أن يسرنا هذا الملتقى المبارك، ثم أثني بالشكر الحقيقة للدكتور أسعد على هذه المبادرة النائية النوعية الجيدة حقيقة، وأشكر الزملاء جميعا في مستشفى الملك التخصصي والزملاء من الهيئات، ونسأل الله يجعل هذا الكونفرنس أو الاجتماع هذا مباركا مسددا منتظرا. الحقيقة كنت الحقيقة لما تواصل معي الدكتور أسعد تواصلت مع جميع الأشخاص المعنيين سواء كانوا أعضاء الهيئة أو الموظفين عندنا في الهيئة العامة أو في مكاتب التنسيق أو في المستشفيات المحولة، ويعني الحق أن الجميع يبنون بدون استثناء على مستشفى التخصص، وأنه هذا المستشفى ما عندنا فيه مشكلة، يمكن عندنا إشكاليات في أماكن أخرى. فبشكرهم الحقيقة، وذكر هذه الإيجابية مهمة جدا، على الأقل أن يعني نستمر على الوضع السابق ونسعى لتحسينها. الحقيقة أكثر النقاط اللي أردت أن أتحدث بها سبقون إليها زملائي الدكتور تهاني والدكتور هيات المطير. الحقيقة أكثر أشياء نفكر فيها وعليها، لكننا نقول ما زلنا حقيقة بحاجة لمحور مهم جدا، وهو أن نجتمع مع المهتمين ومع المتخصصين ونفكر في آليات وضرائب و يعني أفكار جديدة ومبادرات جديدة لمحاولة تخفيف العدد الهائل الحقيقة من التحويلات من المناطق الطرفية. طبعا المناطق تختلف من منطقة لمنطقة، في مناطق عندها المراكز المتخصصة بوفرة، في مناطق فقيرة جدا في المراكز المتخصصة. نحن في منطقة عسير ما زلنا ننتظر الحقيقة إنشاء المتخصص في القلب والأورام والأمراض العصبية، ما زال في طور الإنشاء الحقيقة. نحتاج الحقيقة نجلس على طاولة واحدة ونفكر بصوت مسموع كيف يمكن أن نخفف من معاناة المرضى الحقيقة في التوجه في المنطقة المركزية في الرياض الحقيقة. لدينا عدد كبير في حال بشكل شهري، ندفع ميزانيات كبيره جدا في تذاكر المرضى المقبلون. نحتاج حقيقه يعني وسائل وطرائق على الاقل للوقت اللحظي او الوقت نحن فيه الان حتى تنشا المراكز الخاصه عندنا. ختاما اشكركم الحقيقه على اتاحه الفرصه لنا في هذا اللقاء المفضل، وصلى الله وسلم على جميعنا. دكتور محمد، ايوه، ايش رايك تكون انت المسؤول عن اللجنه هذه وانا اجلس معاك نجمع النقاط ونشوف وسائل وطرق ونفتح النقاش دائما معنا في وضعيه بحيث ان نجمع المعلومات هذه ونشوف. يعني احنا من الاشياء اللي انشاناها عندنا الان عملنا بولي كلينيك، طبيب من التخصص يروح للمستشفيات المرجعيه عندنا 14 عياده بحيث انهم يشوفوا مرضى تخصص الكرونيك الموجودين هناك. عملنا الان عياده مرئيه عن بعد تخفف على المرضى وينشاف فيها بعض الأحيان مريضين في اليوم. عندنا العناية مركزة عن بعد 24 ساعة تعطيك رأي طبي ثاني وتخفف عنك، عندنا رأي طبي ثاني. فخلينا احنا إذا حبيت نشتغل مع بعض والمجموعة كاملة إن شاء الله نخصص نشوف إيش الطرق هذه اللي ممكن لنا تفيد بإذن الله. طيب أبشر، نحن معك بإذن الله.